عينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي محدش يعرفه الماضي مهما يقولوا عدى مستمر ما سابش حد فينا إلا جوري يا صاف صباح الخير انا مش عايزه ادخل ولا لا انا كمان بصراحه مخنوقه ومش ناقصه انا هروح تروحي ده ايه بتقول لك مخنوقه احنا مش هنفضل عاملين كده تعالوا نتمشى شويه في اي حته ولا نروح الكافيه اللي سلمى كانت لا انا مش عايزه اروح ليه ما نروح الكافيه لا انا مش عايزه اروح مش عايزه تروحي ايه جت على بخت لما انت كل شويه هناك خلاص يا ستي روحي خلاص خلاص تعالوا بس نمشي دلوقتي وبعدين هنشوف هنعمل ايه اوكي يلا بينا وانتي بطلي زن بس نروح الكافيه يعني. قالك كده في وشك النبي دوت جدع جدع ازاي يا حاجه انت بتقولك قال لها انت عيله وبحبك زي اختي قال انت عيله ايه السفخه بخيه يعني ما هو لو عيل سيكيميكي كان شبط في الكلمه ولعب بيها يومين ورماها انا ماشيه اتان انت كل شويه هتتقمصي وتقرفينا اصبري بقى نشوف هتعملي ايه تعمل ايه تاني اقطع دراعي من هنا المكان ليه جو تاني ووقع لشوشه والنبي ما ناقصاكي بقولك ايه يا ندى شوفي لك حد غيره بقى ها عارفه لو دورتي كويس اكيد هتلاقي واحد غيره في قناه تانيه
وبيفرجيني معاكي والنبي. يا عبيط، كان هيبصلك ازاي وانت متكتفه كده؟ انا غلطانه اني اتكلمت معاه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دول؟ انتوا عايزين ايه؟ درس خصوصي. هي ساعة الزمن هنقضيها ونعلم كل ما علمتوش في المدرسة. امشي وإلا هتصوت وليه مالك خلي الله؟ تعالي بص على الولد. انت طلع اتلخبط يابا. اه لخبط. قول يا انت وهو. ما تستغربش كلامها، بس هما الاتنين عاملين زي شريطين السكة الحديد، يمشوا جنب بعض حلو قوي قوي، بس يوم ما يتقابلوا بتحصل كارثة. أنا هتجنن يا أخي. البنت اللي بتظهر لي دي تقول لي على المذيع وإنه هيقابلها في الرحلة، وأروح وراهم ألاقيهم فعلا سوا. بسيط، نروح نجيب الواد المذيع ده ونقرر أمه. أيوة بس البنت اختفت. أنا نفسي أعرف مين البنت دي، بتشتغل مع مين ولا بتشتغل لحساب مين. كل اللي أعرفه إن اسمها حياة. طب إيه رأيك بقى إن أنا حاسس إن البنت دي عندها إجابة لكل الكوابيس اللي بتجيلها؟ أنا وصلت لحاجة، بس ابن ال اختفى وما بيردش على التليفون. هو مين ده؟ حبيبتي ألف سلامة عليك. أنا أسفة جداً ما جيتش امبارح، والله غصب عني. عارفة انت بقيتي كويسة؟ قومي بقى. كله بأوانه، المهم طمنيني عليكي. طمني. عرفت انك لسه ما رجعتيش البيت والنبي. رجعت وانا لسه جاية من البيت. رحمة أدم بيحبك، انا امه وعارفة كويس. حبيبتي الدكتور بيقولي بلاش كلام كتير. المرض بينهش في جسمي والوجع كل يوم بيقربني من الموت اكتر. حبيبتي بعد الشر عليك. بني ادم منا بيكون في اصدق حالاته لما يحس ان الموت بيتسحب وجاي له. حبيبتي ارجوك كفايه. ارجوك انت يا رحمه ما تحاسبيش ادم على افعاله، حاسبيه على قد حبه ليكي. اوعديني اوعديني. اوعدك اوعدك والله اوعدك. اهلا رحمانة، اتفضل. مساء الخير. انا اسفه بقى عطلك شويه. لا ابدا تحت امرك. تشربي ايه؟ ميرسي ولا حاجه. اطمنتي على منيره هانم؟ انا لسه جايه من عندها. الحقيقه يا دكتور عزت قلقان، الحاله بتتاخر. ربنا يستر. انا جايه اتكلم معاك كلمتين وهمشي. يا ستي قولي كل اللي انت عاوزاه. طلبت مساعده من الدكتور هارون ورفضها. اقدر اعرف ايه؟ نفس اللي عملته مع سهر. ايه اللي عملناه مع سهر؟ نزلته البيبي وما قلتوش لحد، صح ولا؟ مش فاهم تقصدي ايه. عايزه انزل البيبي اللي في بطني. بيبي انت حامل؟ ما ينفعش احتفظ بيه، وعايزك تساعدني. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا استحاله طبعا اعمل حاجه زي دي. بتزعق ليه؟ لاني مش مصدقك ممكن تطلبي مني حاجه كده. ما انت عملته قبل كده. سهر كانت حاجه تانية خالص. سهر كان عندها. مين قال لك ان انا بتكلم على سهر؟ ايه رايك بقى؟ عارفه انا سميتها ايه؟ سميتها ملك على اسمك. كل خط وكل لون كنت فاكراكي فيه. تيجي نطلع بره شويه؟ ايه رايك يا دادا لو ناخدها تقعد معانا بره شويه؟ ما بترضاش، بتخش بروحها وتتعصب. نجرب يمكن ما تكسفنيش. نجرب، الدكتور زاهر بيخرجها بالعافيه. معقول؟ ايه رايك؟ في حد كان هيقدر عليها غيري؟ دي بتغلبني عشان تقدر تطلع من الاوضه. عشان تعرف بقى بقينا صحاب قد ايه؟ مش صحاب بس، بقت ملهمتي كمان. اخر لوحه رسمتها سميتها ملك.
ندى من فضلك اعملي لي فنجان قهوه. مش هتاكل حاجه الاول؟ لا انا ماليش نفس. طب يلا يا حبيبتي. مالك؟ انت كويس؟ اه كويس، تعب الشغل بس. اوعى تكون زعلت ان انا جيت وانت مش موجود. ايه الكلام ده؟ انا مبسوط جدا بعلاقتك مع مالك. في حاجه مش مريحاني، بس مش فاضيه لك دلوقتي، هشوف مالك وارجع لك. بص البفه دي لاجل عيونك. عيب يا معلم، تلعب مع الدوكش يا ابني. عايزك باشا. صباح الفل، ازيك يا باشا؟ اتفضل يا باشا. اجيب لك شاي؟ شاي ولا قرف؟ انت مش قلت لي انك جبت لي المعلومات والبيانات كلها وانا قلت لك تجي لي؟ حصل. طب وما جيتش ليه؟ ما انا باشا هقول لك على اللي حصل. ما انا باشا دورت على الرقم على البيانات بتاعته عندي، ما لقيتلوش بيانات، عرفت انه مش اصلي براني. يعني ايه مش اصلي براني؟ يعني يا باشا حد سلكه من ورايا. اخلص يا دوكش. يا باشا جالك في الكلام، لفيت على العيال السريعه لحد ما وصلت الواد فيهم، عطيته الرقم. بعد 24 ساعه لقيته بيكلمني وقال لي البشاره، كلمتك في التليفون. طب واتنيلت اختفيت ليه؟ يا باشا ما اختفتش، الواد طلع حمار، جايب بيانات رقم تاني خالص. جاي دلوقتي تقول لي حمار وغلط؟ طب ادي قلتها يا باشا، حمار وغلط اعمل ايه انا يا باشا؟ وانا اعمل ايه؟ ما يا باشا ما تعملش حاجة بصراحة، الرقم طلع بلح ملوش ورق. راح فين يا باشا؟ باشا أنا طبيت المقاولة. كمل يا عم أم الدور ده. ازيك يا بابي؟ اهلا يا حبيبتي. جيت تاكلي معايا؟ لا لا، انا اكلت ساندوتش في الايكال. اوكي. هاي مام. هاي. ما تسيبيش شباك اوضتك مفتوح تاني عشان الناموس. داكور. لسه صغيره قوي على الكلام ده، وبعدين مشاعرك لسه متلخبطه ومش واضحه. بصراحه مش عايز اكون السبب ان انت تتوجعي في حياتك. اقطع دراعي من هنا المكان ليه جو تاني وواقع لشوشتك. يا عبيطه، كان هيبص لك ازاي وانت متكتفه كده؟ ماشي يا ستي، انا مقدر ان انت ممكن تكوني معجبه بيا. عادي، الناس كلها بتعجب ببعض، احنا بني ادمين. بس والله العظيم مش هو ده الحب. بصراحة مش عايز أكون السبب إن أنت تتوجعي في حياتك. يا خالد، أنا ندى. أنا آسفة إذا كنت ضايقتك أو أزعجتك، بس اطمن دي آخر مرة هتسمع فيها صوتي وآخر مرة أي حد هيسمع فيها صوتي. أنا ما بقتش عايزة الحياة دي، حياة ملهاش معنى، عشان كده أنا مش عايزة أعيش تاني. كفاية قوي كده. باي باي. خلاصي يا صافي بقى وبطلي جبن. لو حد شافني وقال لامي هروح في داهيه. يا بنتي انت اصلا بتاخدي درس هنا. ايوه بس ده مش معاد درس. طب اعملي نفسك بتسالي على الميعاد ولما تلاقيه قولي ان انا مستنياه. لا يا ستي ماليش دعوه. يا بنتي انا مش هينفع اطلع، لساني الطويل خلاني باك ليست عند راجل ومش هينفع. اخلصي واطلعي انت. وانت عايزه تشوفيه ليه؟ مش عارفه، عايزه اشوفه خلاص. انت مالك ما تخلصي؟ انت مجنونه يا سلمى وهتوديني في داهيه. وانت جميله وجدعه وهتدخلي. يلا دفشتوا. لو امي عرفت هقول لها انك بتظبطي الواد. ماشي، بيقولوا لها ضربه ظبط الواد. فيت.
وحشتيني. قلت اجي اشوفك. وحشتك فجأة كده؟ طب يلا ندخل. لا لا لا، انت اللي هتيجي معايا. فين؟ مشوار كده، مش عايزه اروح لوحدي. مشوار ايه؟ تعالي وانا تعالي. المشوار اللي قلت لي عليه. مشوار يا عم، وانا فاكر حاجه. تفكرني الواد المذيع علشان نقرره. شفت بقى ان انا افكاري على طول بتطلع صح. انا بصراحه عاوز اعرف هو كان عاوز منها ايه، ولو ليه اي علاقه بالبنت اللي بتبان لي دي وتختفي. بقول لك صحيح، سماح قالت لي ان حصل معاها موقف غريب قوي لما كانت عند رحمه في البيت. موقف ايه؟ مفيش. تيم ابني كان بيلعب وبتاع، ففتح دورك طلع شويه صور وجوابات وحاجات كده. يعني صور وجوابات يعني حاجات بتوع ابوها يمكن؟ ما انت عارف انها كانت مسافره. لا هو الغريب بقى رد فعلها. تصرفت مع سماح تصرف غريب. غريب ازاي؟ يعني تقريبا طردتها بس بالشياكه. تقريبا طردتها بالشياكه. يا عم سيبك من كلام الستات ده. على رأيك طردتها بالشياكه. وانا من ساعه ما حكيت لها وانا عايزه اشوفها، حتى ما دخلتش المدرسه النهارده. قعدت الف في الشوارع والمدى روحت وصفي طلعت لك وجريت، وانا فضلت قاعده مستنياك. معقوله ما تكونيش زرت مامتك ولو لمره واحده؟ انا مش عايزه السيره دي يا عمرو. انت اللي فتحتيها على فكره مش انا. ها اروح ازورها ليه يعني؟ ايوه عشان دي في الاول وفي الاخر اسمها ايه؟ لا ما تكملش. مفيش حاجه اسمها في الدنيا ان انا اروح اشوف الست دي لمجرد انها اسمها امي. اي كلام بقى ده اسمه اي كلام اللي انت بتقوليه؟ عمرو انت عايش ازاي؟ عادي يعني زي كل الناس بخبط. اي يعني معاك فلوس؟ انت عايزه فلوس؟ لا انت معاك فلوس تفتح بيت وتعيش؟ مش بالظبط يعني، ربنا يسترها، بس مش لدرجه ان انا افتح بيت. هو ليه سؤال ده؟ عايزاك تتجوزني. اتجوزك؟ هيسمع فيها صوتي. انا ما بقتش عايزه الحياه دي، الحياه ملهاش معنى، عشان كده انا مش عايزه اعيش تاني. حريص ود مغلق. مجنونه وتعملها. لو حست بأي ضغط مش تسيب المدرسة دي ممكن تسيب البلد. للدرجة دي ما عندهاش أي حدود لأي حاجة؟ أنا بحسس عليها وعلى أي حاجة تخصها، لأن أنا عارفاها كويس. لو حست إن أنا وسيلة ضغط جديدة ممكن تهجي مني وتسيبني. اسمحيلي، يعني هي من حقها برضو تشوف مامتها؟ أنا ما منعتهاش، مع إني مش طايقة سيرتها ولا طايقة أسمع اسمها، بس أنا أم وعارفة يعني إيه ضنا. أنا قلت لها تروح، هي اللي رافضه. واضح إنها كارهة مش بس رافضه. جايز يا بنتي، أنا ما بقتش فاهمها. بس حضرتك اللي قلتيه ما يخليهاش تكرهها للدرجة دي. تعالي سلمى حبيبتي. تعالي سلمي. ألو؟ أيوة صافي. لا لحظة، أنا مش فاهمة حاجة. بتقولي إيه؟ إزاي؟ ان هو ده المكان؟
ايوه ده العنوان. يلا نطلع. ايه هنخش عليه ازاي؟ يا كيميا هنطلع وهنفهم منه. نفهم منه ايه؟ بص الواد ده لو اتلجلج يبقى ورا حاجه، انما لو اتكلم بالراحه يبقى نسمع منه. ايه ده؟ رحمه؟ مع السلامه. وفي ايه؟ مش عارف. وفي ايه؟ أنا عارفة إنه خبر صعب ومتأكدة إن كل واحدة فيكم في حالة أصعب من التانية. ده حالنا إحنا كمان كمدرسين وإدارة. كلنا في حالة ذهول ووجع لفراق واحدة من أجمل بناتنا. هي بنتنا الغالية ندى. عايزاكم كلكم تدعوا لها بالرحمة. وربنا يصبرنا جميعا. ولحد دلوقتي انا مش فاهمه هي ليه خلتني اشاركها الليله دي؟ ليه خدتني اسمع حكايه بنت عندها عقد نفسيه؟ وفوق على خبر موت بنت انتحرت. كأنها قصدها توجعني. هي عارفة كويس حاجة زي دي ممكن تعمل فيها ايه. ما تظلميهاش زي ما انا عملت. رحمة كانت خايفة، كانت بتدور على اي حد قريب منها علشان تسند عليه، وما لقيتش غيرك. بصراحة انا مش فاهمك. انا غلطان، انا عشت في الشك ونسيت مراتي، نسيت انها غرقانه في مشاكل ناس تانيين، وكل حاجه افتكرتها خيانه طلعت محاوله منها لعمل الخير. ممكن اعرف ازاي؟ المذيع كان قصه بنت صغيره بتحبه وبتحاول تقرب بينهم، اما الدكتور فعلشان سلمى زي ما انت عارفه. انا غلطت فيها وهي ما تستحقش كل اللي انا عملته ده. ما تستغربيش، الكلام اللي انت قلتيه ده فهمني حاجات كتير قوي انا ما كنتش فاهمها، ويا ريتك كنت رحت لها من زمان، ما كانش كل ده حصل. انا هروح
وهبوس ايدها واعتذر لها. اقول لك حاجه تانيه؟ انا هقوم ابوسك علشان فتحت عينيا. عارفه انك مش عايزه تشوفي حد. جدتك نصحتني ان انا ما ادخلش، بس انا اللي محتاجه لك دلوقتي يا سلمى. وعارفه انك مش هتصديني صح؟ تصدق اللي حصل؟ الصدمه كبيره علينا كلنا. ازاي هانت عليها نفسها؟ الشجاعة دي كلها منين؟ بتغرق في شبر مية، والله بتغرق في شبر مية. مش فاهمة حاجة، مش فاهمة حاجة. الله يرحمها. مش فاهمة حاجة. اهدي حبيبتي، اهدي اهدي. قومي كده. خلاص خلاص يا سلمى، خلاص. شفتي؟ شفتي آخرة الحلال بتوصل لفين؟ لجهنم. خلاص وانت جاية لابسان اسود على واحدة كافرة. يا بابا حرام عليك، دي صاحبتي. ما تقوليش صاحبتي، دي انتحرت. عارفة يعني ايه انتحرت؟ يعني خرجت من دينك وبقت كافرة. قالوا ايه وجايه لابسه اسود عليها؟ دي ما تستاهلش البوك عليها. وانا مالي باللي عملته؟ حسبها عند ربنا. ما انت لو كنت بتحضري الدروس ما كانش ده بقى حالك. ها؟ كنت هتعرفي تفرقي بين عدوك وبين حبيبك. انما انت عايزه تعيشي جاهله بدينك. يا ماما انا بحضر والله. بتحضري وما بتفهميش. مره جايبه لي واحده لسانها فالت وتقلي ادابها على الشيخ الجليل المحترم. ومرة ماشيالي ورا واحدة كافرة ما تعرفش ربنا. ها؟ ولسه بتعيط عليها ولبسان اسود عليكي وعليها. خلاص بقى يا اخويا، هي عرفت غلطتها خلاص. غلطة تانية احلف على امك ما تخرجي بره البيت وتعيشي خدامة هنا. خلاص بقى يا اخويا، هي عرفت غلطتها ومش هتعمل كده تاني. ها؟ ما تسمعش من الناس بقى، كفاية. بنات اخر زمن جاتكوا القرف. عاجبك عمايلك دي؟ وانا عملت ايه يعني يا ماما؟ دي ندى اقرب صحابي، ازاي ما احزنش عليها؟ ده المدرسه كلها كانت بتعيط عليها، حتى المديره. وابوه بيقول عليها كفره. حرام حرام والله يا ماما. يا بنت كفايه بقى، هتودينا في داهيه. ما فهمتوش بصراحه، حسيته مستني يسمع اي حاجه تثبت له ان رحمه بريئه. خد منك كلمتين وطلع يجري فرحان بيهم زي العيال. عادي بيحبها وهي عارفه ده كويس، وبنت اللذينه زي ما تكون متاكده انه هيسالني. وصلت له الاجابه عن طريقي بمنتهى الذكاء. واضح انك عارفاها وفاهمها كويس. ما حدش يفهم رحمه كويس. لو عشت معاها عمرك كله هتحس برضه في الاخر ان في حاجه ما تعرفهاش. انت تعرفيها بقالك قد ايه؟ من ساعه لما رجعت مصر اتعرفت عليها عن طريق كومن فريندز، وارتحت لها قوي في الاول. وبعد كده كل ما بقرب منها ببعد اكتر. انسانه غريبه عايشه جوه نفسها، صعبه قوي تتكشف على حد. موضوع البنت اللي انتحرت ده، ايوه يعني عملت ايه بعد كده؟ اقول لك انتحرت. انا بتكلم على رحمه مش على البنت. هو في ايه؟ انت مالك مهتم بيها قوي كده؟ مفيش حاجه، انت اللي بتحكي. لا انت اللي بتسال، ومن ساعه لما جيت وانت عمال تسال. يا ريت تفهمني عشان مخي ما يروحش لبعيد. في ايه يا سهر؟ يروح لبعيد فين؟ أنا بتكلم عادي. لا مش عادي، وأنت نفسك بقالك كذا يوم مش عادي. في حاجة متغيرة، زي ما تكون مخبي حاجة. هخبي عليكي إيه بس؟ معرفش،
بس انا عندي سنسر رادار وبحس كويس قوي ومتاكده ان في حاجه انت مش قايلها. لا انت بتقولي كلام غريب جدا. انا ماشي. ماشي رايح فين؟ انت هتسيبني قاعده اضرب اخماس في اسداس من غير ما تتكلم وتريحني؟ اتكلم اقول ايه بس؟ اتكلم وقول لي انت ورحمه في حاجه حصلت بينكم؟ لا انت حوارك غريبه جدا. انا لازم امشي. مش هتمشي. انا عندي مستشفى ما ينفعش اتاخر اكتر من كده. اوكي بس برضو هعرف. امشي من هنا بسرعه قبل ما تطلع وتشوفها. انت مين؟ أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها. أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها. أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها. أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا وما حدش ضامنها. ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي ما حدش يعرفه. سابش حد فينا إلا وكتفوه. ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي محدش يعرفه. والماضي مهما يقولوا عدى مستمر. ما سابش حد فينا إلا وكتفوه. كلنا بنمسح ذنوبنا في بعض من كسوفنا منها. أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها. أسرار